السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اختي العزاز، كيف دايرين لاباس عليكم؟ عواشر مباركة. اليوم كيف ما شتوا جبت لكم ورقة البسطيلة جد سهلة وناجحة من اول تجربة، وكيف ما شتوا في الصورة ما كتقطع، ما فيهاش دوك الجوانب اللي تيكونوا في الجناب يابسين، يعني بمكونين سهلين بساطين اقتصاديين كاينين في كل منزل. نخليكم مع المقادير كيف ما شتوا في الصورة. عندنا مكونين اساسيين اللي هما زلافه ديال الدقيق يعني الرطب، وزلافه ديال الماء، هانتوما كيف ما شفتوا، وشويه الملحه فقط. يعني الوصفه جد ناجحه، انا هي المعتمده عندي، هي اللي يعني كنستعملها في رمضان، كنستعملها يعني في اي حاجه، في اي حاجه كنستعملها، كنسمها في البريوات. ان شاء الله انتظروا مني غدا باذن الله او بعد غد، غادي نحط لكم البريوات بالكاوكاو، يعني حتى هما جد اقتصاديين وغادي يعجبكم باذن الله. وكذلك يعني اش غنقول لكم، كيف ما شفتوا دابا هنايا على حساب الدقيق، يعني كاين الدقيق اللي كيشرب الماء وكاين الدقيق اللي ما كيشربش الماء، بالنسبه لهذا كيشرب الماء بزاف. هانتوما انا في يعني زلافه ديال الدقيق احتاجت فيها تقريبا زلافه ونص ديال الماء، يعني انا قلت لكم هنايا على حساب الدقيق ديالكم كيف داير، ممكن يشرب الماء ممكن ما يشربش الماء. انا غنوريكم يعني الكثافه اللي خصو يكون فيها. هانتوما هي كيف ما شفتوا، باقي غادي نزيد واحد شويه، يعني كفاني في الاخير، كفاتني زلافه ونص. ماشي ضروري البنات يعني ديروا نتوما زلافه ونص ديال الماء، لا، على حسب الدقيق. انا يعني كنعاودها لكم باش نزيد ناكد عليكم، هكا خص يكون القوام ديال الخليط. هانتوما كيف ما شفتوا، كيف ما شفتوا هنا قلت لكم راه كان خاص يعني انا زلافه ونص اللي كفاتني. صافي وغادي نبداو نحركوا هكا يا بالطراب، بقاو نحركوا مزيان كيف ما شفتوا في الصوره. صافي في هاد الاثناء هادي درت يعني اناء كسرونه او طنجره او ديروا فيها الماء يعني سخن فوق البوطه، تخليوه حتى يولي يطبخ مزيان يغلى مزيان. صافي وديك الساعه غتحطوا عليه المقله اللي ما كتلصقش، يعني المقله اللي كنستعملوا في البغرير، انا هي اللي كنستعمل يعني دائما وديما هاد الوصفه، يعني انا كنستعملها من ديك من يعني من ديك السنه الحمد لله، يعني كتجي مقرمشه وغادي تشوفوها ان شاء الله معايا فاش غادي نصاوب البريوات وتشوفوا القرمشه ديالها كيف كتجي. وهنايا البنات قلت لكم بانه هنايا راه انا كنستعمل هاد، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ديك الفرشات اللي كتباع عند الدروغري، ممكن ديروا غير هاد الفرشات ديال البلاستيك، لان انا في واحد الوقيته ما كانت عندي هذيك يعني هاد الشيته ديال الخشب، واستعملت غير هادي البلاستيك ونجحات معايا. هنا كيف ما شفتوا الماء راه كيغلي. صافي وغادي نحطوا عليه المقله ديال البغرير اللي ما كتلصقش لينا. وهنا كيف ما شفتوا صافي غادي نبدا معكم طريقه جد سهله ومبسطه، غير قبل البنات ما نبدا ندهن بالورقه ديال ندهن بالشيته ديالنا، انا كدوزت كيف ما شفتوا هنا البنات، كيف ما قلت لكم قبل ما ندهن المقله ديالنا بالشيته وبالعجين شديت ورق المطبخ داك الابيض وحطيت فيه شويه الزبده، ما للاسف ما صوراتوش الكاميرا، ودهنت به المقله هي في الاول باش الورقه ديالنا كتجي لينه وكتجي رطبه، يعني كندير ثلاثه الورقات وعاد كندير يعني كنعاود ندهنها. كيف ما شفتوا كنعمروا جميع الجوانب ديالها. صافي وغادي نتسناو عليها غير واحد شويه على ما تهز لينا من الجناب، ضروري البنات هانتوما هنايا راه قربت، هانتوما شتي كيف كتيبس، كتيبس ضروري خصها تيبس باش تعرفوها بانه الورقه نجحت لكم، و يعني صافي راها غتحيد لكم ما غتلصقش. هانتوما يا كيف ما شفتوا كنحيدها بكل سهوله، ها هي كيف ما شفتوا هي شفافه وناجحه. هانتوما البنات كيف ما شفتوا في الصوره، نتمنى تجربوها وغتولي عندكم معتمده. ما تبخلوش علينا بلايك، راه كتزيدوا تشجعونا وبارطاجيوه مع احبابكم، لانه دابا ان شاء الله رمضان جاي ضروري الورقه كنحتاجوها
ومع هاد الحجر الصحي ما غاديش نلقاوها كتباع، لانه دابا كل شيء مسدود. خاصنا يعني نستافدو ونفيدو بعضنا، واي حاجة كيعرفها الواحد ما يبخلش على اخوه المسلم او اخته المسلمة باي حاجة، لانه في هاد الوقيتة هادي شحال من حاجة دابا ما كتباعش في الزنقة، كل شيء مسدود. داكشي باش الواحد اللي كيعرف شي حاجه ما يبخلش على اخوه المسلم. وحنا رحنا خوت في الاسلام الحمد لله، وكيف ما شفتوا هنايا ها هي الطريقه عاودتها مره ثانيه معكم، باش هنايا راه كيف ما شفتوا هانتوما باقه خضراء، هانتومايا راه باقه خضراء، ما غاديش نجرها دابا حتى تيبس. هانتوما هنايا كيف ما شفتوا ها هي يبسات، هانتومايا شتو كي كتبقى تفرست من الجناب، ولكن تكونوا كيف ما وريتكم في الصوره تكونوا موجدين الزيت، يعني زليفه فيها الزيت، تكونوا موجدين زويف وبلاستيكا باش غير تحطوها. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غير تحطوها دهنوها باش ما تضيعش لكم من الجناب. هانتوما هنايا كيف ما شفتوا انا راه ما ضاعت ليا منها، انا الورقه اللي كندير انا ما كتضيعليش منها حتى شي حاجه، يعني حتى دوك الجناب ديالها تيكونوا رطب. هانتوما هاي هاي انا هنايا وريتها لكم، والجناب ديالها رطب. وشنو نقول لكم، غير جربوها البنات وردوا عليا الخبر في التعاليق وقولوا لي كيف جاتكم، يعني غادي تولي ان شاء الله المعتمده عندكم. صافي حتى هذه ان شاء الله حتى هي غادي ندهنها، ضروره البنات دهنوها بزويته من الفوق وتغطيوها بالبلاستيكة. صافي وكتمشيو تكملوا البقيه يعني ديال داكشي كامل اللي كيكون عندكم. وراه كتخرج تبارك الله، انا راه خرجت ليا اكثر من نص كيلو، يعني الورقه يعني هاد القياس ديال هاد الورقه هذه خدمت به يعني نص كيلو ديال كاوكاو، يعني البريوات. هنايا كيف ما شفتوا ساليتو طيبتهم كاملين، وهنايا غنوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ما كترطاب. هانتوما كيف ما شفتوا الجوانب ديالها ما قاصحين، ما يعني تيكونوا فيهم يابسين، هانتوما كتجمع بكل سهوله وكتطوى بكل سهوله وما كتقطع ما حتى شي حاجه، ورقيقه البنات راها رقيقه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا مرحبا به، الف مرحبا. راه ان شاء الله قريبا غادي ندير لكم مفاجاه في رمضان، شي حاجه زوينه غادي تعجبكم باذن الله، وغادي تستفدوا منها باذن الله، وغادي يستفد منها اي واحد اللي محتاج. يعني في رمضان تيبقى تالف شنو يدير شنو يدير، غادي نسهل عليكم هذه المأمورية. وتهلاو لي فراسكم، ومع السلامة إلى فيديو قادم بإذن الله.